كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوت عدي فوت، لا ملعوبة حلوة موت، ما تخافش على الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. عندما خرج الفيلسوف الإغريقي ديجونيس بمصباحه في وضح النهار يبحث عن الحقيقة والإنسان، هل كان يقصد ما نعيشه الآن؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة 754 يستهلها المهندس عادلي بداية فلسفية باحثة. يعني من كتر حجم واختلاط أوراق الحقيقة بالكذب والوهم واختلاق المواقف، وعلى فكرة كده مش إنك تكذب وبس، إنك تسكت لما تسمع حاجة غلط، إنك تخفي شيء حقيقي. يعني انت لو واحد قال لك يا دكتور وانت مش دكتور وسكتي وابتسمت انت كذاب او انا كذاب. الكذب يبدا من انك توافق على معلومه غير حقيقيه ان تتاح لها فرصه الانتشار وان الناس تتلقفها. احنا عايشين يا استاذ ابراهيم كل كلمه بيتم تحريفها، كل حقيقه بيتم اخفائها ويتم القفز عليها، ثم يتم التوجيه إلى ما يريده أصحاب هؤلاء الذين يعني خرج من أجلهم ديجونيس. المشهد أنا والله بقيت شايف كده إن أنا هو في حد بيدور على الحقيقة دلوقتي في الشارع. ده كلام مهم جدا في حلقة هتبحث في الكثير، هنفضل ماسكين الفانوس وبندور على الحقيقة طوال حلقة الليلة التي هذه أبرز عناوينها. مقالي وما قالوا، لا يا حبيب قلبي. الغربال كله ماشي من الأهلي، وبعظمة لسانه تاهت ولقيناها، والشموع الحمراء عن النبيل إسماعيل داود، وفي أسرار الملك سلوك يعيش دائما، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة يا جماعة، لكن ضربة البداية اللي أنا هقول لكم المهندس عادل هيلعبها ليه وإزاي برغم أن صوته تعبان شوية، لكن هي ضربة بداية مهمة مع مقالي وما قالوا، لا يا حبيب قلبي. ايه الحنيه دي؟ بص يا استاذ ابراهيم، بصيت طبعا كلنا عايشين عايشين الدوشه، الدهشه، ايوه، والاستنكار، ايوه، والاستغراب، والاستياء، والاستياء على ما يتم تسريبه هذه الايام من مكالمات مسيئه، والذي طال الكثير قيادات ومسؤولين وإعلاميين، وبقينا قاعدين متخيلين إن ده مرفوض من الجميع. ففوجئت بالفنان دمث الخلق مرهف الحس الحنين جدا الأستاذ هاني شاكر، كاتب وبيستنكر جدا بصفته زملكاوي، افتكرته هيستنكر المشهد بأكمله، ولكن اجتزأ الجزء الخاص بيه، الخاص اللي مضايقه، وقال ازاي رئيس الرابطه يقول كذا 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 واحنا نرفض هذا. طبعا انا معاه في استيائه، ولكن مش معاه في اجتزائه. الاستياء لازم يكون على الوضع كاملا، لكن ادهشني جدا وهو النقيب هنا بقى.
تعرف لو هو فنان عادي أو مواطن عادي هو الرأي، لكنه نقيب يتخذ من القرارات التي تمس مستقبل الكثيرين. بمجرد كلمة أو لحن أو أداء أو تصرف، والكل بيطلع يقول له الله ينور وبرافو عليك، لما أنت بتجيب حق الذوق العام وتحمي المناخ العام من فوضى الألفاظ، من فوضى التراشق، وبتحافظ على القيم الجميلة. يعني مش الذوق العام حسن شاكوش وحمو بيك بس، لا. لذلك أنا أدهشني أنه ما استقش خالص من التسريبة التي طالت الزميل أحمد جمال. مش طالتها، التي صدرت منه. ما هو حاجة هي طالت الرموز بلا أي مناسبة. راجل يعني بأقزع الألفاظ شتم ناس ما كانش، وكان متطوعا في حديث غير مفهوم. أهلي خسر يعني طبعا فبيبارك ويهني وبيشتم وماله. ما أنت مش حابب الأهلي ما تحبش الأهلي. لكن أنا كمان لاحظت إن في ناس طلعت تقول لك إحنا فرحانين قوي، أنا فرحان قوي بهزيمة الأهلي. يا جماعة الموضوع ده ملوش إلا معنى واحد، أنت مش قادر تفخر بنفسك فبتشمت في غيرك، وده شعور يا عيني يصدر الإحساس باليأس. أو هنعمل إيه بقى؟ إحنا نفرح في بلاويك بقى لأن إحنا مش عارفين نفرح لنفسنا. نفرح لنفسنا. لكن الألفاظ دي كنت أحترم جدا 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 يعني استياءه لو استعمل مشهد ككل. أنا اللي بيحصل ده من مع الساحة لا يمكن تجزئته، أن نسمح بهذا ونحن حماة الفضيلة. يفترض، ما هو بياخد قرارات لحماية الذوق العام. بس فأنا يعني ما أعرفش أن أنت يعني رحت محولها المقال ومقاله، بس هي تستحق. لأن هي ظاهرة خطيرة. أنك أنت تنتقي حتى في انزعاجك، وأنت قيادة. وأنت قيادة يعني أنا عتابي أنه قيادة الناس بتؤيدها، وهو يتصدى للتردي اللفظي ويحمل الذوق العام. ولكنه يبدو يعني أنك أنت ممكن يعني تسيب الفعل وتشتغل على رد الفعل. وأحيانا لا الفعل ولا رد الفعل، لأنه مقبولين لأنهم ناس يهموك، فيهم خروج. ناس يهموك. هذه الانتقائية. ولذلك أنا لما قلت المقدمة اللي أنت وصفتها بالفلسفية، احنا بقالنا أكتر من 3-4 سنين خايفين على الأجيال القادمة. انت عارف مسرحية مدرسة مشاغبين، الأمر بدأ بإفيه، ضحكنا كلنا، ولكنه كان مؤثرا على ثقافة الأجيال التالية. أبويا اتحرق، أبويا تصور إنك بتضحك الناس على أولا. واحد بيقول إيه أبويا اتحرق، وجات العيال كبرت خلصت. واخد بالك؟ مسرحيات دمها خفيف. على فكرة المسرحيتين دول أفرزوا أهم فناني الأجيال. الجيل صحيح. يعني كل الفنانين اللي شاركوا في المسرحيتين دول كانوا هم نجوم، حتى بعضهم لوفاته حتى الآن. ولكن ما تركوه من أثر على شغب الشباب وعلاقة الأسرة واحترام الأب والابن والأب واحترام المدرس والمعلم واحترام كل حاجة. واحترام المعلم واحترام كان بالغ الخطورة. ولذلك لما اتنقلنا للرياضة وجدنا أن البطل هو الأكثر عنفاً، اللي بيقدر يجيب الحق بالدراع، اللي وننتقد أولئك الذين يتجهون القانون ليحصلوا على الحماية منه أو أنك تجيب حقك، فبقى ضعف. هذه فلسفة استشرت حتى بين يعني قيادات الرأي العام. لما الإعلام يتبنى
أن لجوءك إلى المسائل يعني المسالك الشرعية هو ضعف، وبقى لازم ترد وتثبت أنك عنيف عشان الناس تعمل لك حساب. خطورة، خطورة في نهج. أنا أخشى هل فات الأوان لعلاج هذه الأمور؟ أنا لا يعنيني مين قال ومين عاد، أنا يعنيني قبول الظاهرة والاحتفاء بها، ويعني تجاهل أو يعني الامتعاض من أنك تسلك السلوك المنطقي الشرعي، أنك تبقى راجل مؤدب بس بتروح تجيب حقك. فمش عارف يا أستاذ إبراهيم، يعني أنا القضية بالنسبة لي لا قضية انتماء ولا قضية مين يكسب ومين يخسر دلوقتي، بقدر ما عايزين نحط الضوابط بقى عشان إذا كنا هنلحق حاجة نلحقها، ولا إذا كنت شايفين إنه فات الأوان يبقى كل واحد يشتري له فانوس يمشي في الشارع. ده كان كلام مهم جدا في رصد هذا الانتقاء العجيب والغريب الحقيقة في الانزعاج من ظاهرة واحدة ليها أكتر من سبب وليها أكتر من مصدر. هو أنا ممكن أكمل حاجة صغيرة بس؟ عنيفة جدا يتم الانتقاء فيها لجانب على حساب الآخر. ممكن أكمل حاجة صغيرة؟ أنا لاحظت كمان أن في ناس بتتابع هنا البرنامج من المنتمين إلى معسكرات أخرى، وكل كلمة بنقولها بيتم لي الحقيقة فيها بشكل أصبح ما فيهوش حرص حتى. يعني بعضهم إحنا، أنت طلعت بعض التعليقات اللي هيترد عليها. أيوه. يعني بس النهاردة مش هنلحق يا جماعة، فلو لينا عمر يوم الخميس إن شاء الله. عندنا وقت أطول شوية هنقول لكم، تصوروا لما قلنا كذا اترد علينا في حتة تانية بحاجة تانية. اسمك إيه يوم الثلاث؟ ده كان ملخص مقالي ومقاله، لكن عايز أقول لكم أنه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هيعقد مؤتمر مهم يوم السبت إن شاء الله للتحدث عن تفاصيل النهائي الأفريقي وما شابهه من تفصيلات كثيرة يعرضها رئيس النادي يوم السبت الساعة 12 الظهر إن شاء الله. كمان الكابتن الخطيب امبارح لبى دعوة المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون، ده مؤتمر نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مركز قيمة للتحكيم الدولي واتحاد الاتحادات الرياضية العربية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. وشاهد فعاليات المؤتمر اللي عقد من 5 ل 8 يونيو مناقشة القواعد الحاكمة لعقود اللاعبين وانتقالاتهم والوكالة عنهم وعقود الرعاية الرياضية والاستثمار الرياضي بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في الرياضة والقانون والتحكيم. وألقى الكابتن الخطيب كلمة ركز فيها على الاستثمارات الضخمة التي يشهدها النادي الأهلي والتنمية الشديدة ومشروعاته التوسعية في مختلف مقراته، وأيضا القيمة اللي بيشهدها النادي في تنمية مجالات التسويق والاستثمار الرياضي. وأوضح أنه الأهلي حرص على المشاركة في معظم الفعاليات، عنده أمل في الخروج بحلول وتوصيات لكافة القضايا والأزمات وأبرزها التعدي على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وحماية المحتوى الرقمي وحقوق الرعاية ومراقبة تدفق الأموال ووضع رؤية شاملة للمزيد من الإعفاءات الضريبية على الأندية. المؤتمر ده يعني هو ليس مؤتمرا كما أتصوره ثقافي، يعني هو لا يستعرض الثقافة، ولكنه لابد أن يخرج بتوصيات تدعم الهدف من المؤتمر. أيوه. علاقة القانون بالرياضة وتقنين كل الأمور في الرياضة والحقوق، تقنين الحقوق وتقنين العقود وتقنين الرعايات وتقنين، مؤتمر شديد الأهمية إذا ما أخذنا توصياته بالاهتمام الواجب ونحط مرة حاجة على أرض الواقع نستفيد منها. لأن للأسف الشديد دايما نقول عايزين نغير القانون، والله ما احنا محتاجين نغير حاجة، محتاجين نطبق القانون. خلال المؤتمر الدكتور نصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أهدى الكابتن الخطيب درع المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون خلال هذه المشاركة، ووجه الشكر للكابتن الخطيب على حضوره
هذا المؤتمر اللي أقيم زي ما قلت لكم برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. ولعله من اللافت والمهم أنه في الوقت اللي احنا عندنا مشاكل عنيفة جدا في النواحي القانونية في الرياضة نستضيف هذا المؤتمر في القاهرة. لا وغير في معاده، هي صدفة مقصودة؟ لأن أنا زي ما بقولك الموضوع مش موضوع القصور قانون، أيوه، ولكن عدم تطبيقه. يعني احنا عمالين نتجاهل توصيات الاتحاد الدولي في حاجات كتيرة جدا، وما زلت أو يعني أؤكد أن مربط الفرس في إصلاح الأمور حتتين، السلامة المالية، أيوة، والشفافية. لو طبقنا المعيارين دول كل شيء هينضبط وراءه. نتمنى ده إن شاء الله. هنطلع الفاصل وبعد الفاصل كله ماشي من الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الاستهلالية بتاعت المهندس عدلي وما فيها أيضا من رصد غريب جدا لهذه الانتقائية. حتى في الانزعاج لما بننزعج لمستوى متدني أخلاقيا في الحوار اللي وصل له الأمر في الوسط الرياضي، نلاقي فنان مرهف الحس زي الفنان هاني شاكر المسؤول عن تشكيل وجدان الملايين عبر كونه نقيبا للفنون الموسيقية، ينتقي اللي عاجبه براحته فقط والباقي لا، مش مزعله في حاجة. ما علينا، مؤكد ان الناس دي تابعت وكتير عبر فترات طويلة ما تعرض له نجوم وقيادات النادي الأهلي من رجم وسب وقذف وتطاول وتجريح وإساءات وصلت للمحاكم. والنهاردة يمكن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حجزت للحكم الدعوة اللي كان كابتن محمود الخطيب أقامها ضد مرتضى منصور، واللي المحكمة الاقتصادية في الدرجة الأولى حكمت بحبس مرتضى منصور سنة وغرامة وكفالة وتعويض 10,000 و10,000 و10,000. حجزتها للحكم لجلسة 6 يوليو إن شاء الله. في دعوة أخرى أيضا في الاستئناف عن حكم مماثل أيضا بسنة والغرامة حجزت كانت ل 21/6. كل هذه الدعاوى وكل هذا الانفلات الذي حدث اللي وصل للمحاكم لم يزعج أبدا الفنان مرهف الحس الفنان هاني شاكر. ما علينا، لكنها هي الانتقائية القاتلة الحقيقة. لكن يبقى أنه الذوق العام هو الحاكم وهو الحارس لكل قيم المجتمع. لهاني شاكر ولا غيره من المطربين وكل القيادات الفنية حراس لوحديهم على الفضيلة وحراس لوحديهم على قيم المجتمع. المجتمع نفسه بكل مكوناته هو الحارس الأمين على قيم هذا الوطن. ده اللي كان في هذه الاستهلالية. لكن هناك كلام كثير في الغربال، كله ماشي من الأهلي. بدأناها بدري قوي، احنا لسه الموسم يدوب الأهلي مخلصش مباريات الدور الأول، لكن فجأة تفتح أي جرنان وأي موقع خد عندك، كل الناس تقريبا ماشية. في جولة سريعة جدا كده أقول لكم، الجمهورية الترجي العقبة الوحيدة بن رمضان على أعتاب الأهلي، بس ما قالوش أهل الجزيرة ولا أهل مدينة نصر، لكن هو على الأعتاب عموما. بس الغريبة أن الجمهورية نفسها رجعت سريعا بتقول لك في اليوم التالي مباشرة قندوسي دخل الاهتمامات لصعوبة ضم بن رمضان. بس بن رمضان كان على البوابة يا جماعة، مش مشكلة. لكن صفقات الأهلي كلمة السر فيها ديانج. ماله ديانج يا سيدي؟ طلعت الوطن قالت لك ديانج للبيع. ايه ده بسرعة كده؟ الأهلي بيسعى للتفريط في لاعب الوسط ليه؟ لتعويض خسائره المالية. اوبا، دخلت الشروق قالت لك دخلت الشروق قالت لك الأهلي بيقول لم يصلنا عرض من الميرية لضم أليو ديانج، ونقلت على أمير توفيق بيقول لك لن نمانع في رحيل اللاعب بشرط، وكهربا يطلب تحديد مصيره. دخلت الدستور ما كدبتش خبر، قالت لك الأهلي يفاضل بين 4 لاعبين لخلافة مين بقى مش ديانج؟ السولية. ليه يا سيدي؟ قال لك السولية عنده 33 سنة وصعب يكمل. طبعا الموضوع ما يفوتش المصر اليوم، وما أدراك ما المصر اليوم في السويقة دي. دخلت قالت لك ياسر ريان بيضغط على الأهلي لحسم مصير نجله. وإيه بقى؟ وقفشة بيتمسك باللعبة أساسيا في المباريات المقبلة.
بيتمسك أساسي يا كده يا همش. رجعت الوطن بتقول في 5 أجانب في قائمة صفقات الأهلي لدعم الفريق السنة الجاية. مين بقى؟ ترشيح المترجي وإيبوكا ويحيى وبن رمضان وقندوسي لموسيماني ومكسونو مش بس كمان وتاو ينضمان لقائمة الراحلين. شفتوا كده؟ بص أستاذ إبراهيم، اللعيبة بتاعت الأهلي اليومين دول هيتقسموا من قبل الإعلام إياها واللجان إياها إلى 3 فئات. المرشحين للمغادرة والغاضبين من الغاضبين من عدم المشاركة واللي لهم شروط. أيوة. ثم اللعيبة اللي بتتهاجم ما انتش عارف مين اللي ورا الهجوم عليها. بحيث ان فرقتك دي كلها تبقى عامله كده. والحقيقه للاسف الشديد بمساعده احيانا من بعض عاشقي الاهلي دون ان يدروا ومن الحب ما قتل، ساهموا في تصديق هذا الكلام وبقوا يعني انت منين بتفخر بكل الانجازات اللي تمت؟ ما هم دول اصحابها. في تذبذب، لكن في 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 المواعيد الكبرى كانت في نسبه نجاح عاليه. في اهتزاز دورنا احنا، ما حدش معانا خلاص، واضح جمهور الاهلي ما حدش معانا. دورنا ان احنا نوقف ولادنا على حلو. ما اقدرش اقعد اوبخ ابني وهو داخل على امتحان، والله ما انت فالح، والله ما انت فالح. الاقيه بيذاكر، انا ذاكر مهما تذاكر، والله ما انت فالح. فكلام يجيب احباط. لكن اللي يضحكك يقول لك ديانج والازمه الماليه في الوقت اللي جالك فيه فلوس كتيره من رمضان، فلوس من الاتحاد الافريقي، فلوس من اليو باجي، ايوه، وفلوس اخرى جايه في الطريق. إذن المساله مساله واضحه. وانت لما تشوف الصفحات يا جماهير الاهلي، يا اعلام الاهلي، يا محب الاهلي، هو مثلا المصري اليوم سمعت خبر ايجابي بقالك مده منه؟ مش هم دول اللي كانوا ماسكين هنا وقت اختراق النادي الاهلي اعلاميا؟ ايوه ايوه. كريم ابو حسين شوفوا فين دلوقتي. محمد الشرقاوي. وطبعا استاذ اسلام، ما هو هو من الراجل ما خباش انتمائه. ومساله معروفه. فلما ناخد الامور بشيء من ايه؟ التروي. انا مش بقول لهم اكتبوا ايه، ما تكتبوش ايه، انتوا حرين في اللي تكتبوه. وربما عندهم مصادر بتقول لهم هذا الكلام. وده طبعا مسألة لازم في النص هيقول لك خبر إيجابي يعني. يعني عايزين نقول إن النادي الأهلي محتاج الفترة الجاية، وخلي بالكم الفترة الجاية جدا 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 الضرب في الجهاز الفني هتبقى على أعلى مستوى، الضرب في الأجهزة المعاونة هيبقى على أعلى مستوى، الضرب في أعمدة الفريق على أعلى مستوى. النهاردة كابتن ياسر ريان بيضغط عشان مصير ابنه ايه؟ قفشه عايز يلعب. يعني وضع يلعب يا مش عارف هيحصل ايه. وبكره هقول لك احمد عبد القادر، ما هو هيشوف مين اللي الناس بتحبه والناس شايفاه فايق وهيحاول انه يزعزع العلاقه بينه وبين جماهيره. النهارده نجوم كبار جدا عملوا لنا حاجات احنا فرحانين بيها لحد النهارده. الشحات على فكره ارجع، ازارو اتعمل فيه كده لحد ما مشي. النهارده الجمهور بيقول فين فينك يا ازارو؟ اليو باجي، اليو باجي يتعمل فيه كده، فينك يا باجي. لعيبه كتير من اللي مشيت، الله يديله الصحه، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد اتعمل فيه كده، وجونيور اجاي اتعمل فيه كده. أول ما يمشي نبتدي نكبر فيه. ليس صدفة. النهاردة نجومنا، بس أنا برضو عايز أقول لنجومنا حاجة، خلاص بقى، ما هو أنتوا لازم تعرفوا إن في قطاع هيعملكم كده، لكن في غالبية
تحترمكم جدا وواقفه في ظهركم يا نجوم الاهلي. مش عايز انا محمد هاني يتاثر، مش عايز حسين الشحات يتاثر، مش عايز الثلاثي طاهر. طب طاهر الناس بتحتفي بيه بقالها اسبوعين ثلاثه. المساله تايه، واول ما جه كان عامل ازاي، ودلوقتي بيتهاجم بنفس الطريقه. ميكسوني اول ما فاق اتعور، بس كان ممكن يعبر عن نفسه. خلونا من حته ان احنا يعني حتى لو لينا ملاحظات ما نتكلم فيها مع بعض، مش ضروري نوجه رسالتنا بالسلب الى اللعيبه، خلينا في ظهر النادي الاهلي لان دول مكملين معانا، ودول باذن الله اللي هيجيبوا لنا البطولات القادمه. طيب كانت ضربه بدايه للمنتخب الوطني امام غينيا الجديد، احنا كسبنا 1-0. محمد صلاح النجم العالمي بيغيب عن المباراه اللي جايه للاصابه اللي عنده في الركبه، فبالتالي تقرر عدم سفره غدا مع المنتخب الى ملاوي. المنتخب هيلعب يوم الخميس مع اثيوبيا في ملاوي، مباراه الجوله الثانيه في هذه المجموعه الرابعه اللي مصر فازت فيها على غينيا امبارح 1-0 بهدف مصطفى محمد، وايضا ملاوي كسبت اثيوبيا 2-1، فبقت صدارة المجموعة لملاوي ثم مصر بفارق هدف. يبقى لقاء مصر وأثيوبيا إن شاء الله يوم الخميس يحسم جزء كبير من فرص التأهل، إذا ما وضعنا في الاعتبار إن هم 12 مجموعة في التصفيات بيصعد فريقين من كل مجموعة، فبالتالي فوزنا على أثيوبيا هيعزز كتير من فرص التأهل، لأنه خلاص هيبقى أثيوبيا ما عندهاش نقاط، خسرت من ملاوي وإن شاء الله تخسر من منتخب مصر، يبقى مصر وملاوي، لأنه ملاوي هتلعب غينيا، هيكون أول وتاني هما اللي هيتأهلوا للنهايات اللي هتكون في كوت ديفوار يناير من العام بس القادم. بس النتائج يا أستاذ إبراهيم قريبة، 1-0 2-1، فما تضمنش النتائج. إحنا نتمنى طبعا فريقنا بس يعدي عنق الزجاجة، وبعدين نتكلم على المستويات والاختيارات. طيب هيغيب كمان محمد الشناوي حارسنا الدولي الكبير لانه عنده كورونا وما كانش اتمرن الفتره اللي فاتت، كمان احمد فتوح كان عنده كورونا وغاب الماتش اللي فات، الجهاز الطبي بيطمئن عليه. تريزيجيه كمان عنده اصابه منعته من المشاركه في المباراه اللي فاتت. الشناوي شفي من كورونا، بقى سلبي كورونا، لكن هو ما اتمرنش الفتره اللي فاتت، ففضل الجهاز الفني اراحته. هيشارك محمد الشناوي في مران الفريق اليوم مع المنتخب اللي بيجري حاليا، ويحسم الكابتن ايهاب جلال امكانيه سفره، لكن محمود تريزيجيه كانت الاشعه اثبتت اصابته بشد في العضلات، خرج من التشكيل في الوقت المتاخر قبل المباراه امام غينيا. عجبك المنتخب؟ ما مش مطلوب يعني اكتر من انك تكسب اول ماتش. مش عايز ان انا برضو اقعد يعني اطلب الكمال، لسه الجهاز الفني ما خدش وقته بالكامل، لكن واضح ان المستويات في افريقيا تقاربت الى درجه لا يمكن التنبؤ بالنتائج فيها. لكن الحقيقه الناس كانت مترقبه ضربه البدايه للكابتن ايهاب جلال، بحكم ان دي اول مباراه للمدير الفني يقود فيها المنتخب. الناس كتيره كان عندها اراء مختلفه ومتباينه حوالين توليه المهمه، لكن قلنا مرارا وتكرارا يا جماعه، اما وقد عين ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب له على الجميع حق المسانده والدعم والمؤازره. نتمنى ده يكون ان شاء الله موجود في الفترة اللي جاية، لأن هي ديت مصلحة منتخب مصر، وهي ديت اللي ممكن بإذن الله تعالى شيئا فشيئا يتحقق من خلال إيهاب جلال وجهازه المطلوب. نشوف الكابتن إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. الحمد لله النهارده عامل مجهود كبير جدا في لعيبة أصلا كمان عندها كان بعض المشاكل زي عمرو سولية وحمدي ما لعبوش غير 90 دقيقة، دي أول 90 دقيقة عمرو سولية لعبها تقريبا من مدة، وأدى ده جيد جدا. حمدي برضه لعب المباراة اللي فاتت في نهائي أفريقيا مع النادي الأهلي وجيف، ف
فاعتقد انهم عملوا مجهود كبير جدا مع ياسر ابراهيم، وكانت روحهم كويسه جدا طول الايام اللي فاتت. محمد مجدي بقى له مده كبيره ما بيلعبش في المنتخب، وانا عندي ثقه فيه كلاعب، والحمد لله نزل قدر يوصل له ثلاث اربع كور، ما لقينا في شكل مختلف شويه، قدر كره توصل للثلث الاخير بسهوله، وده اختلاف في بعض اللعيبه. طيب الكابتن ايهاب جلاله باشمهندس، يعني رقم واحد هو عنده ثقه كبيره في اللعيبه وشايف انه لسه بدري شويه، لكن لفت نظري اشادته بقفشه وانه عنده ثقه كبيره فيه وفي قدراته. اصل هو طريقه لعب الكابتن ايهاب بيعتمد على البلاي ميكر. وشفنا اعتماده الى حد كبير على عبد الله السعيد. مع بيراميدز. فقفشه بيعمل الدور ده. وهو قفشه ما هو لعيب يعني اللي بيقول لك بيشترط انه يلعب، ده احنا نتمنى ان قفشه يكون موجود باستمرار وهو عارف ايه اللي يفرضه على اي مدرب. ولكن احيانا مش هتقدر تلاعب لعيب من اول الموسم لاخره كل الدقائق يعني. طيب بنشوف قفشه نفسه بقى بعد المباراه، بعد مشاركته مع المنتخب وتاثيره اللي الكابتن ايهاب اشاد بيه برغم ضيق الوقت اللي شارك فيه، نشوف قفشه بعد المباراه. اول ماتش ده مهم جدا انك تكسب، طبعا انت عارف لعيبه كتير جايه يعني خسرانه بطولات زي الكابتن محمد صلاح واحنا والاهلي ولعيبه كتير برضو المحترفه، ده الكابتن ايهاب قعد معانا كتير واتكلم معانا في الحاجات دي كلها، اللعيب الكبير هو اللي بيقف في المواقف دي ويعرف يطلع منها. زي ما بتكسب بتبقى مبسوط، طبيعي انك هتخسر، فلما تخسر تعرف تطلع بقى من الحاجات دي، وده المهم يعني. لا يعني كابتن ايهاب يعني واحد من الناس اللي انا بحبها على المستوى الشخصي وبحترمه جدا، وفي علاقه احترام متبادله طبعا. انا اتمرنت معاه في انبي من زمان، ويمكن هو واحد من الناس اللي خلاني ابدا العب في رقم 8 في مصر، فانا يعني من غير ما يديني تعليمات انا عارف هو هيقول لي ايه، يعني من نظره العين انا بفهم الكابتن ايهاب على طول بس. فالحمد لله يعني نزلت وحاولت ان انا اساعد الفريق، واهم حاجه زي ما قلت لك في الاخر المكسب، لان احنا عايزين ناخد افريقيا يعني، عايزين نكسب نصعد عشان ناخد البطوله باذن الله يعني. الحقيقه روح كويسه قوي يعني، يعني قفشه بيتكلم على انه الكابتن ايهاب قعد معانا فتره، عندنا لمه كويسه، كلامنا مع بعض كويس، اللعيبه الكبيره هي اللي بتقدر تجتاز ده، وتحس ان الروح كويسه يا باشمهندس. شوف احنا احترنا لازم نساند. ايوه مفيش طرف الاختيار مش الاختيار، طرف التنظير والانتقاد القاسي يعني، لان طب هنوصل بيه لايه؟ مفيش حاجه عجبانا. ما هو مش عايز اصدق كيروش بقى ان هو ده المستويات لما قال لك اللعيبه كيروش دلوقتي. يعني شوف الراجل بيقول علينا ايه بعد ما مشي. قال لك ولا مهاره ولا اساسيات ولا يعني. مش عايزين الكلام ده يكون هذا النوع من الهدم غير لائق، غير لائق ان المدرب يطلع يتكلم على فرقه كان بيمرنها كده. يعني قبليها كان دائم الاشاده بالمجموعه اللي معاه. نتمنى ان الكابتن ايهاب بيقدر خلال الفتره الجايه يقدم لنا كره فيها شيء من المتعه والنتيجه. نتمنى ده ان شاء الله، كل التوفيق للمنتخب الوطني ولجهازه الجديد. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف مين اللي هيتمسك من عظمه لسانه. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في الغربال كل اللي حاصل في الصحافه وفي المواقع وقد ايه كتير من الاخبار والاجتهادات عن الاهلي، وشفنا المنتخب وبدايته اللي نتمنى ان تكون مجرد ضربه بدايه ان شاء الله يتبنى عليها الافضل باذن الله، لكن يبقى هناك كلام كثير بعظمه لسانه تاهت ولقيناها. قضية الساعة اللي لا زالت تشغل الرأي العام كله يا باشمهندس، النادي الأهلي والنهائي الأفريقي، الوزارة والاتحاد والخطاب المختفي. هو مش خطاب مختفي، ما خلاص اتعرف إن في خطاب اتبعت، يبقى مختفي إيه؟ إنما كيف اتعاملت مع الخطاب؟ أهملته أو أهملت الحاجات المهمة اللي فيه. يعني كل اللي يعنينا الخطاب جه، وبالمناسبة قال لك انه راح لثلاث جهات منهم الكابتن الخطيب بصفته رئيس لجنة الأندية،
تواصلت مع الدكتور سعد الذي بحث بجد بمنتهى الصرامة مع كل يعني الإدارات في النادي، وسأل الكابتن خطيب، لم يصل شيء إلا دعوة لحضور لجنة الأندية وقت ما كان الكابتن خطيب في بطولة العالم للأندية وأناب عنه الأستاذ عمرو شاهين، ولم تكن معنية بأي نوع من أنواع استضافات البطولة، لأن اللجنة دي ملهاش دعوة باستضافة البطولة دي، لجنة الأندية دي لجنة الأندية ليها يعني اختصاصات أخرى. أما الخطاب لا، في خطاب ولم يتم الاهتمام، وكان وقت ما جه يا أستاذ إبراهيم جه مرتين، مرة في سبتمبر ديسمبر وقت الأستاذ أحمد مجاهد، ومحدش عرف إلا ربما مسؤولين تداولوا مع بعضيهم وقال لك يعني أوصوا بالكونفدرالية والشاطئية والنسائية، وأعيد الأمر مع المجلس الجديد في فبراير 19 يناير، وقال لنا آخر ميعاد في فبراير، ولم يهتم أحد إن عنده ناديين مشاركين، يعني في ناديين في الكونفدرالية ماشي، واطلب دي واطلب دي، طب ما المغرب نظمت دي ونظمت دي، فيعني ما كانش فيه رغبة بمساندة الأندية المشاركة في بطولة الأبطال إنه يلعبوا يعني في وسط جماهيرهم، وإحنا شفنا إنك أنت يعني إزاي احتشد الجماهير الودادية في الساعة اللي كانت مطلوبة 30,000، لأنك أنت مش معقول هتصفر نص هذا العدد ب 15,000 جنيه عشان يتفرج على ماتش. صحيح. طيب الأمر جد خطير، لأنه وصل لمستوى طلب إحاطة في مجلس النواب، دي قضية مش سهلة، واللي النادي الأهلي تعرض له واللي البعثة تعرضت له إن أنت يجبر فريق على إنه يلعب النهائي من مباراة واحدة في أرض المنافس عشان سعادتك تقاعست، أنت مين؟ نحدد المسؤوليات. اتقال أصله في خطاب المدير التنفيذي، جه الخطاب وخباه، طب اخطر بيه جمال علام فقط وما اخطرش بيه بقيه المجلس؟ لا، ده كان احمد مجاهد هو اللي رد الاول، لا ده بعته للوزاره والوزاره نقت حاجه وحاجه، لا حاجات كتيره قوي اتقالت. طيب هو في خطاب اختفى ولا ما اختفاش؟ مبدئيا الخطاب وصل بالايميل وهتشوفوا شكله وعرضه على الشاشه. ليه؟ لانه اتقال انه طلعوا خطاب الكونفدراليه وطلعوا خطاب الشاطئيه وما طلعوش خطاب دوري الابطال، مفيش خطاب لدوري الابطال ومفيش تزوير تم ان هم نقوا وشالوا حاجه. الخطاب ده اللي قدام حضراتكم وصل في شهر ديسمبر اثناء لجنه المهندس احمد مجاهد، ورجع وصل في 19 يناير. الاثنين المدير التنفيذي واحد، الدكتور وليد العطار، يعني اللي استلم ده هو اللي استلم ده، وده مش خطاب، ده بالإيميل. هقول لكم النص الكامل بتاعه عشان تشوفوا تحديد المسؤوليات كانت ازاي بالظبط، الترجمة الحرفية او الدقيقة الكاملة للجواب اللي هو عامل الأزمة الكبيرة. الى جميع الاتحادات الوطنية التابعة للكاف، فتح باب العطاءات لتنظيم مسابقات الكاف. يسر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن يعلن عن فتح باب العطاءات لتنظيم المسابقات الآتية في 7 مسابقات الكاف بيعرضها على 54 اتحاد، 1 نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 يومي 27 و 28 مايو، يا ده اتأجلت ل 30. 2 نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 2022 يوم 22 مايو، نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للسيدات 2022، كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة 2023، كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2024، كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية 2024، 7 بقى كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024. إذن الاتحاد الأفريقي بعت للاتحاد المصري مثل المرتين شأن ال 54 اتحاد 7 بطولات دول، وقال لهم إيه بقى؟
نص اللوائح التي تحكم تطبيق قوانين الكاف على ان تكون اللجنه التنفيذيه، عشان الناس اللي بتكذب تقول لك لجنه الانديه اللي فيها الكابتن الخطيب عندها علم، لا، خطاب الكاف حدد المسؤوليه على ان تكون اللجنه التنفيذيه للكاف هي المسؤوله عن فحص الترشيحات المقدمه من الاتحادات الوطنيه لتنظيم البطولات النهائيه. يجب على اي اتحاد وطني يقترح ان تستضيف بلده ايا من المسابقات ان يقدم ضمانه خطيه من حكومته بما يلي. دي اللي راحوا عليها للوزير، عشان كده الوزير لما بيقول لك انا ماليش دعوه، لا، حضرتك ليك دعوه، حضرتك طرف اصيل في الموضوع، لانه الخطاب الكاف قال ان الحكومات مسؤوله ان تقدم ايه بقى. يجب على جميع اعضاء الكاف وكذلك الاتحادات الوطنيه التابعه لها ضمان الحصول على تأشيرات الدخول والتصريح اللازمة طوال مدة المسابقة. 2، يجب مراعاة قوانين ولوائح الكاف ولا سيما الأحكام المالية. 3، أي التزام يتم إبرامه رسميا من قبل الاتحاد الوطني المعني سيتم اعتباره مقبولا من قبل حكومته، الضمانة الحكومية. يجب على أي جمعية وطنية ترغب في استضافة إحدى المسابقات المذكورة أعلاه أن تقدم عروضها على البريد الإلكتروني التالي، اللي هو الإيميل بتاع الاتحاد الأفريقي، في موعد أقصى إيه؟ فبراير 2022، نهاية فبراير. يعني هو بعد 19 يناير آخر خطاب، وبيقول لك معاك لغاية 28 فبراير آخر موعد ترد بالاختيار أنت عايز تنظم إيه من البطولات السبعة دول. وبيقول الاتحاد الافريقي في خطابه يجب ان يحتوي العرض على اسم الملاعب المضيفه للمباريات ومرافق الاقامه والنقل ومرافق التدريب بالاضافه الى الضمان الحكومي، ويجب ان يتم اعداد الوثيقه وفقا للانظمه واللوائح الخاصه بالكاف ولا سيما احكام المواد 24 و25 و28 و29 و30 من اللوائح التي تحكم تطبيق قوانين الكاف الاساسيه. وفي حالة وجود أي أسئلة تتعلق بهذا المحتوى تكون إدارة الكاف متاحة للرد عليها، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام سامسون أدامو مدير المسابقات. ده راجل نيجيري. إذن الخطاب ده في كل المسابقات. أيوه. ووصل للاتحاد. أيوه. ولابد أن يكون الاتحاد قد خاطب الجهات المسؤولة عن إعطاء الضمانات المطلوبة. في ايه بقى؟ في المسابقات اللي هو ايه عايز ينظمها او ترى الوزاره ان احنا ننظمها. ايوه. طب تفسيرك ايه لما يطلع الاستاذ وليد العطار يقول لك والله هي حصل سهو، ما تعرضش الخطاب لان حصل سهو، مع ان الخطاب ده حصل فيه قرارات تخص الكره يعني في اقتراح بتنظيم الكونفدراليه وبس ما خدش الضمانات او ما قدمش الضمانات المطلوبه، وكذلك الكره النسائيه والشاطئيه، مش كده؟ هننظم احنا حاجه من دي؟ تفسيرك لتصريح الدكتور وليد العطار اللي يقول سهو ما حصلش. بصوا يا جماعه، بلاش تضحكوا على الناس، وما تضحكوش على الاهلي وجمهوره، لانه اذا كنا طلعنا الجواب اللي جالكوا وقلنا لكم الترجمه الدقيقه الكامله له هنقول لكم انتوا بعتوا للوزاره ايه. ايوه. ايه رايك؟ عندك معلومه يعني؟ اه. طيب. دي اللي انا بقول لكم تاهت ولقيناها. دي حلقه كشف الجناه. موقع فيتو الحقيقه طلع منذ قليل الجواب اللي راح من الاتحاد للوزارة، ده اللي قدام حضراتكم. السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ده خطاب موقع من الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد. يسعدني أن أهدي سيادتكم تحياتي الشخصية وتحيات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، متمنين لسيادتكم دوام النجاح والتوفيق. نتشرف بالإفادة أنه استمرارا لدور مصر الرائد على المستوى الإفريقي والدولي، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يرغب في التقدم لتنظيم عدد من البطولات القارية، وحيث أن الموافقة الحكومية ضرورية في شأن التقدم لتنظيم تلك البطولات،
نرجو التفضل من سيادتكم بالموافقة على تنظيمها وبياناتها كالتالي. 1- نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في مايو 2022 باستاد الدفاع الجوي. 2- كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة سنة 23. 3- كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2024. 4- كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية 2024. وأخيرا 5- كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير جمال علام رئيس الاتحاد في تاريخ كام بقى؟ 14/4/2022 14 إبريل، يعني بالظبط يا جماعة جاله الجواب في 19 يناير، حدد الحاجات دي في 14 إبريل. طب الاتحاد الأفريقي اللي حدد نهاية فبراير لتلقي الطلبات، ما راحت له جوابات اهو في 14/4، بينما هو اعلن اسناد تنظيم النهائي دوري الابطال للمغرب في 9 مايو، يعني لعب السيمي فاينل ذهاب وظهرت المساله 6 و7، مباراه الذهاب في السيمي فاينل وظهر ان الوداد هيصعد خلاص، كسب في انجولا 3-1. قام الاتحاد الافريقي في 9 مايو حدد ان المغرب هتستضيف، بينما اتحادنا من 14/4 مشغول بالشاطئية والنسائية والصالات والكلام الفارغ. أستاذ إبراهيم، 7 بطولات بعت منهم 5 مش من ضمنهم دوري الأبطال اللي كان بدأ ملامح إن النادي الأهلي هيلعب الدور النهائي فيه. أيوه. ده لهم معنى. أولا هنا ده الخطاب اللي راح للوزارة. أيوه. يبقى الوزاره هنا اما تقول لك انا ما جاليش يبقى صدق، يبقى اذا الوزاره بره الموضوع. طيب الاستاذ العطار، وليد العطار، الدكتور وليد العطار قال لك سهو عليا، اذا ما كانش فيه سهو ولا حاجه. اذا هناك عمد. ايوه عمد. ايوه عمد الاقصاء بندين، انا ما اعرفش البند الثاني ايه، يعني مش 7 حاجتين منهم ان مصر تستضيف. هو شال نهائي دوري الابطال الاهلي وشال نهائي دوري ابطال افريقيا السيدات. ايه السيدات؟ ايوه ادي الجوابين محطوطين جنب بعض. الكاشفين هل انت محتاج تحقق الراي العام عرف، ولا انا كنت حاسس من قبل البطوله. بص يا جماعة، إحقاقا للحق، من أول الاشتباك ده ما حصل كل ما نتكلم المهندس عادل يقول لك في حلقة مفقودة في الموضوع، يقول لي لا في حاجة مش باينة، في فعلا حلقة مفقودة. الناس اتكلمت، اتهمت لجنة أحمد مجاهد، المجلس الحالي قال لك ده لجنة أحمد مجاهد هي اللي حسمت قبل ما نيجي، فظهر إنه لا أنت جاي لك في 19 يناير، قال لك لا ما هو اللجنة اللي فاتت هي اللي كانت حددت، قلنا خلاص يبقى المسؤولية مشتركة والجريمة اللي ارتكبوها الاثنين أحمد مجاهد وجمال علام هم اللي عملوا كده في الأهلي، أو اللي بيحرك الأمور كان بيوجه أيام أحمد مجاهد، بلاش الإيفنت ده لأن أنا متفق عليه مع ناس تانية، والأستاذ جمال علام نفس الشيء. طيب هنا انا يعني لما يظهر، لان البينه على من ادعى، هنا لما يطلع الجواب مبعوث من الاستاذ جمال علام في تاريخ 14 ابريل يبقى ما تكلمنيش على لجنه احمد مجاهد بس خلاص. رقم 2، لما يتقال ان وليد العطار ساب الجواب ونسي، ما تكلمنيش على وليد العطار. لا ما تكلمنيش على الساه. ايوه كلمني على العمد. كلمني على انه في عمديه حصلت وفي خطاب طلع انتقوا منه الخمس بطولات وما سابوش الا حاجه واحده، نهائي دوري ابطال افريقيا اللي فيه الاهلي ونهائي دوري ابطال افريقيا للسيدات. الانكد بقى ان في شهر 4 كانت الازمه انفجرت. ايوه واتضحت الامور والمواقف اتضحت بالظبط، وان في الزمالك مش موجود والاهلي هو اللي موجود. اه يا استاذ ابراهيم، هنا الطامه الكبرى. ايوه لان احنا عايشين وقت انتقائيه
اخفي ايه واظهر ايه واوجه ايه واعمل ايه. ها ولسه المشوار اللي جاي بتاع الجواب اللي بيقول على الانديه انها اللي عليها احكام تلحق قبل نهايه مارس علشان ما توقعش عليه عقوبات، ودخلتنا في دايليما. ها يعني ادي مارس وادي ابريل الاثنين في عهد المجلس الحالي. طب هو هيكون فيه حساب التحقيق اهو يعني اي واحد. ادي الجواب بخط الاستاذ جمال علام وتوقيعه، حدد 5 بطولات من 7 بطولات معروضين علينا وفي ابريل كان يستطيع لو في حسن نيه يقول وتنظيم بطوله نهائي افريقيا. ايوه خاصه ان حصل تغيير مواقف بانسحاب السنغال. ايوه واخد بالك؟ أيوة. لان انت ممكن جدا انت بيجي يقول لك ايه، ما هو انا ما كنتش اقدر اخد قرار بالملعب لاحسن في دوله، ولو ان دي حجه وهي. شو انا عايز اقول لك حاجه استاذ ابراهيم، الموضوع ده غالبا تم التنسيق فيه مع الاتحاد الافريقي. الجواب ده الخمس مسابقات دول قالوا لهم ابعدوا عن الاثنين دول، احنا قاعدين بيهم ناس تانية. يطلع يقول كده؟ ما قالش كده، ما هو ما يقدرش يقول كده. ليه؟ لانه كده يبقى تخلى عنك رسمي، عمل عليك صفقه عيني عينك. طب ايه مبرره؟ ما هو مش ايه مبرره في مباراه يتجه الاهلي فيها للدور النهائي يا عمي مبرره ويرفض يستضيفها؟ مبرره انه مش عايزك، مش الاستاذ جمال علام بس. لا ما هو انا ما بحبش الطرف الخفي. مش خافي مع وجود طرف معلن. خلاص. في طرف معلن موقع جواب بايده بس كده، هو اللي يملك يقول. استاذ جمال علام بقى يفهمنا عمل كده ليه بالظبط. بس لكن احنا مش هن عشان ما نظلمش الراجل. بالظبط، عشان نخلق اطراف. انا معك غيابيه، مش عايزين نظلم الراجل. قول لنا لماذا بعد ان تفجرت الازمه، ايوه، لماذا لم تحتضن هذه المباراه؟ لماذا لم تلح؟ اصل انت في نقطه تقول ايه، ما انا حسيت ان الماتش ده المناخ مش. انت تطلب وتعمل اللي عليك وتسيب الجهات الاعلى منك تقول لك ينفع ولا ما ينفعش. انما يبقى احنا كده حقوق النادي الاهلي مباحه بالمنظر. اصل دي مش حقوق النادي الاهلي، ده حقوق الكره المصريه. ده احنا بيتعلم عليك بسبب هذه المباراه. ده بيتقال انتهى عصر الفساد. ده بيتقال ان بطولاتك السابقه مشبوهه، مصر مش النادي الاهلي. يعني وخلي بالك كل ده ممكن يكون تمهيد لهمهمات اخرى. يا استاذ ابراهيم الموضوع ده والله صدقوني مره خدوا بس قرارات في حاجات بسيطه جدا جدا جدا، حساب او اعلان الحقيقه في هذا الامر، واذا كان هناك عمديه يبقى يحاسب اللي عملها. نمرة 2، السلامة المالية والشفافية. ثالثا، ما تيجي مش كل حاجة نقول عايزين نغير القانون، طبق القانون الموجود. ما انت ما بتطبقش الموجود عشان تغيره. ما ينفعش النادي يتطبق عليه عشان ما وفاش بالتزامات مالية وتخصم منه نقاط زي النادي الإسماعيلي وآخرين. ما يعني اقف مع الناس كلها بقى، اقف مع الناس كلها. بس وانت بتقف مع الناس كلها ما تظلمش حد في النص، ما تظلمش حد في النص. والاحسن من كل ده خلي الناس تشيل مسؤوليتها عشان لما تتوفق الاوضاع ما تبقاش كل يوم والتاني في قضيه. كل يوم والتاني في قضيه. يعني القضايا اللي موجوده في الاتحاد الدولي من انديه كثيره اكثرها في مصر. حقوق لعيبه، حقوق مدربين، وحقوق وكلاء، وحقوق عمليه كبيره. الناس لازم شويه تلتزم بالمعايير بتاعه الاتحاد الدولي، لازم قبل ما تتراكم عليك الديون ما تقدرش عليها. طيب دي قضايا تانية فرعيه كمان مهمه، لكن اما وقد ظهرت الحقيقه، الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم هو من أرسل إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطلب مصر تنظيم 5 بطولات من بين 7 بطولات عارضهم للاتحاد الأفريقي، ليس من بينهم دوري الأبطال، ليس من بينهم المباراة النهائية لدوري الأبطال. والخطاب زي ما أنتم شفتوا موقع في إبريل،
كان الزمالك خرج والأهلي اتجه لبلوغ المباراة النهائية. لماذا تم إغفال حق الأهلي في أن تستضيف مصر هذه المباراة؟ ليه الأستاذ جمال علام عمل كده؟ نسق مع مين عشان يعمل كده؟ مين قال له تعمل كده؟ في النهاية هو المتهم شخص واحد اسمه الأستاذ جمال علام. الأمر وصل لدرجة طلب الإحاطة في مجلس النواب. والحقيقة النائبة اليقظة وطنيا جدا النائبة ميرال هريدي قدمت طلب إحاطة لرئيس الوزراء عما حدث للنادي الأهلي ممثل مصر في هذه البطولة. نشوف النائبة ميرال هريدي مع الأستاذ سيد علي عن هذا الحدث. ده فعل مش هين، ده فعل مس الدولة المصرية نفسها. الاتحاد تقاعس ان هو يساند فريق مصري ان هو يفوز ببطولة للمرة الثالثة على التوالي. ده مش بس كده، يعني ما ادالوش الفرصة ان هو يلعب في جو في المنافسة تبقى شريفة، وحرمه من هو يتقدم ويستضيف البطولة في الدولة المصرية. ايه السبب والمصلحة مين ان الجواب دوت اختفى؟ الخطاب اختفى. الخطاب ده وصل للاتحاد في شهر يناير اللي فات، 19 يناير بالتحديد. واي خطاب زي دوت لازم هيوجه بالطبيعي لرئيس الاتحاد او للمدير التنفيذي. فكون اللي انا ارمي تهمة على موظف بسيط او 12 موظف، الحمد لله ان طلع المعلومه ديت خطا، لان القرار زي دوت ان انا الاتحاد المصري يقدم طلب بتنظيم البطوله لازم هيروح لرئيس الاتحاد. حضرتك تحديدا بتشير لمين؟ هل احمد مجاهد؟ واحنا لازم نشاور على حد يا سياده النائبه. يا فندم انا الاستاذ احمد مجاهد ليه ملف تاني. انا دلوقتي بتكلم الاتحاد الحالي استلم المسؤوليه في 11 يناير والجواب وصل 19 يناير، يعني في وجود الاتحاد الحالي. حضرتك كابتن زكي عبد الفتاح برضو طلع واتكلم وقال واشار الى الاستاذ هاني ابو ريده. انت شايفه ايه اللي ممكن يحصل؟ اولا طبعا لازم نعرف نعمل تحقيق عاجل وحاسم عشان نعرف ابعاد المشكله ديت وملابساتها، ونعرف مين المتسبب فيه وايه غرضه. ده أولا. ثانيا أنا لو من الاتحاد أقدم استقالتي. أنا لو من وزير الشباب والرياضة أحل الاتحاد الحالي، لأن هم دي الدولة المصرية، قيمة مصر. يعني أنا يعني مبسوط من اهتمام نائبة في مجلس الشعب بهذا الأمر. ليه بقى؟ لأنه زي ما احنا اتفقنا هذا الأمر أبعد فرص عن مصر لسعادة هذا الشعب في الكورة. ما أحوجنا إلى كان هذه الطاقة الإيجابية في هذا الوقت. أنت لما تشوف المدرجات الفاضية يا أستاذ إبراهيم ده رأي يعني المدرج الفاضي ده رأي. أنت من إمتى منتخب مصر بيلعب في مثل هذا الخواء يعني؟ إنما كنت أتمنى وانت بتعمل كده انت بتشوف المغرب كل الاجهزه ازاي واقفه ورا المنتخب المغربي، الكونفدراليه، دوري الابطال، مش سنه ولا اتنين، تلات سنين ورا بعض لحد ما حققوه. النهارده النجاح المغربي في استضافه البطولات الكرويه تحديدا والبطولات الرياضيه بشكل عام، احنا ده والدولة قدمت البرهان انها مستعدية على كده. طب اقول لك حاجة اكتر، اهتمام الدولة بالرياضة بينعكس في التعيينات والدفع باكبر عدد من الرياضيين والاعلاميين الرياضيين في مجلسي المجالس النيابية في المجالس النيابية بغرفتي بغرفتي ومعظمهم من الشباب. طب انا كنت اتمنى بقى ان انا ارى من هؤلاء الرياضيين التلاحم للوصول الى الحقيقه حقيقه يعني. فهي نائبه مش بطله، مش يعني
مش من دولاب الرياضة. المسؤولية الرياضية بشكل مباشر ممكن تبقى رياضية بالمتابعة بالمناخ ولكنها عندها تفاصيل واهتمت انها تعرف حقيقة. ويعني نتمنى ان يسفر هذا الامر الى شيء، لان حدفت حاجة تانية. احمد مجاهد لهم ملف تاني. الملاحقات دي عشان احنا عايزين الناس تتأذي؟ لا، عايزين الوسط الرياضي ينضبط. استاذ ابراهيم مش ممكن ان احنا نقعد، انت عندك شويه حاجات هنا في البلياردو في مشاكل، في الاسكواش في مشاكل، في المصارعه في مشاكل، في الحديد في مشاكل، في مشاكل في العاب القوه كان في مشاكل. اتحرمنا من التمثيل الاولمبي والدولي بالمع نجومنا اللي كانوا اقتربوا من المستويات العالميه لخلافات. الشرباجي في الاسكواش دلوقتي بيروح يتجنن لخلافات شخصيه. اتحاد البلياردو خناقه بين رئيس اتحاد ورئيس اتحاد دولي او افريقي اسفرت تهديد 30 لاعب المصنفين ال 30 الاوائل انهم ما يلعبوش بطوله افريقيا والا هيتم شبههم. وهم عايزين يلعبوا ليه بطوله افريقيا؟ عشان يروحوا بطوله العالم. اللي احنا لينا خامس العالم للهواه. يعني عندنا ناس مصنفه. والناس عماله هتتجنن مش عارفه تروح لمين ولا لمين. الشرباجي النهارده عنده الجنسيه الانجليزيه. ليه فضل يروح يلعب بجنسيه؟ في وقت ما كرم جابر ظاهره المصارعه على مستوى تاريخ المصارعه في العالم الذي كان ببساطه جدا يمكن بشيء من الاحتضان والاحتواء ان احنا يبقى واحد ما يتكررش في عالم المصارعه. قضى وقته كله من اول اتينا لحد ما اعتزل بميدالية برضو بينهم 8 سنين ولا 12 سنة. تخيل المعجزة. من ذهب إلى فضة. يعني ده يدلك على إيه؟ هو إحنا الصراعات الشخصية هتلتهم الرياضة المصرية لإمتى؟ الناس اللي عمالة تتجنس هنا هنا تكسب بطولات عالم، مرة بالجنسية القطرية، مرة بالجنسية اللي مش عارف أنا كنت باعت حاجة كده يا رب نكون حصرناها، بس مش وقتها النهاردة لأن عايزين نلحق ناخد بقية الحاجات. إنما أنا محتار، هو الرياضة المصرية بتعمل في أبنائها كده ليه؟ والمسألة في الآخر هتطلع صراعات أفراد أو انتماءات أو ألوان، كلام هايف في وقت الدولة حريصة تقول لك نظم واعمل وشرف مصر. ده الدولة احتضنت في وقت العالم كله ما كان يتراجع عن استضافة الأحداث الدولية. السنة اللي فاتت مصر قالت أي بطولة هتوها مصر، شفنا جمباز وشفنا ألعاب قوة كأس أمم، شفنا كرة يد وشفنا كأس أمم وشفنا التصفيات الأولمبية، شفنا الدولة حريصة. طب هو فين الرياضة من هذا؟ يعني احنا عايشين العصر الذهبي في رغبة الدولة في المساندة. أي تقصير يا جماعة لازم يتشاور على أصحابه لأن تداعياته خطيرة. وقلنا إحنا ليه خايفين من التجاوزات اللي بتحصل؟ لأن دي مؤثرة على سلوك أولادنا، فمش عايزين كمان يبقى يتواكى معاها إن أنا عشان أبقى بطل أنا مش لاقي حظي في الشفافية الكافية والرعاية الكافية في بلد هي متلهفة لرعاية البطولة والبطولات وعمالة تعمل في بنية تحتية مش موجودة في أي حتة في أفريقيا. عشان كده هي ديت المسؤولية على الاتحاد المصري اللي ظهرت المسؤولية الواضحة والناصعة. هل ما يخدم الرياضة والسياحة الرياضية لمصر اللي الدولة بتاعيها وبتدعمها بقوة إن أنت تنظم بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية ولا نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي والوداد؟ أني أكثر جماهيرية وأكثر جذبا للسياحة الرياضية؟ احنا بنتكلم على 20-30 ألف مشجع بينتقلوا إلى دولة معينة بنظم بطولة الشاطئية وبطولة للسيدات وسيب حدث شعب رياضي كبير بحجم نهاية دوري أبطال أفريقيا. إذن بهذا الخطاب الكاشف الكاسف المسؤولية تقع على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام اللي وقع الخطاب بإيده للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. هنا ظهرت المسؤولية وتحددت أطرافها بالضبط. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. أهلا بحضراتكم جديد. شفنا
الحقيقة ظهرت وبانت في الخطاب اللي أرسل من الاتحاد للوزير وما فيهوش دوري الأبطال. لكن الغريب جدا إن نلاقي بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة شوية يودوا الناس في سكة موظفين غلابة. قال إيه؟ فصلنا 12 موظف في قضية الجواب. وأنا نفسي أعرف هم مالهم. الموظفين الغلابة دول إيه علاقتهم بالموضوع؟ الإيميل وصل للأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي، والجواب كتبه ومضاه الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد. مالكم ومال الغلابة؟ هو أي ضحية وخلاص؟ بس الغريب جدا الحقيقة الوقت اللي إيهاب الكومي قال فصلنا 12، رد محمد أبو الوفا قال له لا ما فصلناش حد، والاتنين اتكلموا في برامج فضائية نشوفها. الكل بيتكلم عن مسؤولية اتحاد الكرة في أزمة مباراة الأهلي والوداد والخطاب. الخطاب ده وصل مرتين اتنين، مرة في شهر 12 خطاب من الاتحاد الإفريقي بيتضمن كل البطولات اللي هينظم الاتحاد الإفريقي على مدار السنة، سواء كانت كرة الصلاة، بطولة 23 الخاصة بتصفيات المؤهلة للأولمبياد، دوري رابطة الأبطال، الكونفدرالية، تمام؟ ده كان في شهر 12 مع وجود اللجنة الثلاثية. ده واحد. جدد الخطاب الخاص برابطة الأبطال والكونفدرالية في 15/1، وانت عارف الدنيا كانت ماشية ازاي، والناس كانت بتحارب عشان بقائهم داخل الاتحاد وعدم إجراء انتخابات وعدم فرض رأي الجمعية العمومية، وبالتالي برضو لهم ناس مقولة داخل الاتحاد أخذوا هذا الخطاب تماما، ولم يصل هذا الخطاب لا إلى المدير التنفيذي ولا إلى أي شخص من الاتحاد. الأمر واضح تماما دلوقتي، الخطاب تم إخفائه من قبل بعض المنتمين إلى من كان يدير الاتحاد قبل ذلك. أشخاص يا دكتور إيهاب، سميلي أشخاص يا فندم، أشخاص. أنا عاوز أقول لك تم الإطاحة والاستغناء عن 12 واحد من العاملين داخل الاتحاد المصري لكرة القدم من لهم سنوات عديدة جدا. أيوة. تم إصاحبهم تماما وكلهم دلوقتي قاعدوا في بيوتهم. كلام عادي من الصحة تماما. نعم. مفيش أي موظفين اتفصلت بسبب الخطاب من الاتحاد في الأخيرة. تم الإطاحة والاستغناء عن 12 واحد من العاملين داخل الاتحاد المصري لكرة القدم من لهم سنوات عديدة جدا. أيوة. تم إصاحبهم تماما وكلهم دلوقتي قاعدوا في بيوتهم. كلام عادي من الصحة تماما. نعم. مفيش أي موظفين اتفصلت بسبب الخطاب من الاتحاد في الأخيرة. طيب، يعني هو أشار إلى أن في جوابين، واحد يا محمد مجاهد بكل البطولات اللي هينظمها الاتحاد، وبعد كده ما جاب... بيقول لك فصلنا، وابو الوفاء قال لك ما فصلناش، فصلنا ما فصلناش، وتعرض وما تعرضش، والكلام ده احنا جبنا لكم جوابين جنب بعض. وماضي الجواب اللي راح للوزاره الاستاذ جمال علام، هل ده اللي اتعرض على الاستاذ جمال علام؟ بصوا يا جماعه، هو يعني هو ايه قيمه ان احنا عرضنا لكم انه جواب الاتحاد الافريقي جواب واحد؟ فكره انه عرضوا حاجه وما عرضوش بقيه الجوابات، ده نوع من اخفاء الحقيقه، لانه هي ورقه واحده في ايميل واحد بسبع بطولات مترقمين. بالظبط كده. اول واحد منهم نهائي دوري ابطال افريقيا. والسؤال الثاني يا استاذ ابراهيم، هو انا لما ببعت للوزاره ان انا عايز انظم كده، مش في قرار مجلس اداره؟ طبعا. يعني لازم مجلس اداره يوافق الاول، يوافق على دول، يختار البطولات ويوافق. فالاستاذ الكومي هل ما قالولوش ولا قالوله ولا يعني هو بيتكلم بثقه شديده جدا وبطريقه غريبه جدا. لك إيه؟ انت ليك حكمه حلوه قوي بتاعه العمده، زقها بالعصايه. زقها بالعصايه. هو إيهاب الكومي يا جماعه بيزقها بالعصايه على المجلس اللي قبله، بس ما يعرفش ان الجواب مترخ بتاريخ 14 ابريل من الاستاذ جمال علام، وما يعرفش ان الجواب اللي وصل بالايميل لاتحاد الكره في 19 يناير، وناس دول انتخبوا 5 يناير، قال لك لا ما هو اصلا اكتشفنا ان في 12 موظف تابعين للي كانوا بيديروا للاتحاد قبلنا. تاني جوابين اهو عشان نراجع مع بعض. طب انت يا عمي دول 12 موظف الغلبان انت بتتهمهم بالتدليس لصالح الاتحاد؟ عايز اسال سؤال، هو طب ورئيس الاتحاد تابع لمين؟ لا هو 12 موظف بيسلموا لبعض بالايد؟ انا عارف. تتابع يعني؟ يعني 12 موظف عشان جواب؟ عشان ايميل وصل استلموا المدير التنفيذي بدليل انه عرضه، وزي ما المهندس عادل قال المفروض ان الكلام ده انتوا خدتوا موافقه على 5 بطولات، المفروض بناء على مجلس اداره، اجتماع مجلس اداره. انت عارف قال جمله خطيره جدا في النص. قال لك هو جه في الوقت السابق واحنا فصلنا 12، لان ليهم، شوف كلمه ليهم، ناسهم لسه في الاتحاد،
يعني عايز يقول ان الاستاذ احمد مجاهد والمجالس السابقه ليهم موظفين طبعا تابعين ليهم، هم ابتدوا يصفوهم وهيجيبوا ناسهم بقى. فهو كان متصور او متفق ولم يحدث ان يرفضوا 12 واحد عشان يجيبوا رجالتهم بقى. بس الاستاذ ابو الوفا كشف الامور. قال لك ما فصلناش حد، لانه لو حد هيتفصل المدير التنفيذي ورئيس الاتحاد. المدير التنفيذي اتعرض عليه الجواب احاله لرئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد حدد الخمس بطولات وبعتهم للسيد الوزير. فين بقى؟ فين الموظفين الغلابه اللي عايزينهم كبش فدا؟ يا جماعه اعترفوا ان انتوا اخطاتوا. قولوا لنا انتوا كده عملتوا مع النادي الاهلي ليه؟ ده بقت سمعتنا بره. البرامج العربيه الزميله بتناقش اللي حصل للنادي الاهلي. وليد الفراجي بيقول لك يا لطيف. وليد الفراجي الاعلام السعودي قال لك يا لطيف اللي بيحصل في مصر صعب. التلفزيون عجمان في برنامج مهم عنده ناقش ما يحدث للنادي الاهلي، وتحدث الزميل اكرام الدريني مع هذه القناه وعبد الله الكعبي في عرض ما حدث للاهلي. نشوف شو الصوره اللي كانت في الستيج بين 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 رئيس مجلس اداره نادي الاهلي ورئيس الكاف اعتقد وكذلك الفيفا. ده شو الصوره المنتشره حتى والصوت كان واضح اللي هم بيعتذروا لكابتن الخطيب. هو قال لهم بوضوح اتس نوت فير، يعني الكلام ده مش تبع اللعب النظيف اللي انا تحددوا لي مباراه قبلها باسبوع النهائي، وهم اعتذروا له. والاهلي في صدد مؤتمر عالمي، وكان ده قايله في احد بياناته السابقه اللي هو هيعمل مؤتمر عالمي لتوضيح كل الحقائق بالمستندات. وهنا لازم ناخد بالنا من حاجه، لما الاهلي هيقول انا هعمل مؤتمر عالمي لديه من الادله والمستندات ولديه من النقاط 1 2 3 ما يدعمها بادله ومستندات. الاهلي مش هيطلع كنادي بمؤسسه النادي الاهلي غير لما يكون عنده دلائل. فكانوا بيطيبوا بخاطره، لكن الخطيب عمل هنا كل حاجة فيها قمة الاحترام، ودى فريقه وما انسحبش رغم الظلم في اختيار ملعب المباراة، رأس البعثة وما اعتذرش، نزل بشخصية رئيس النادي الأهلي للمنصة يشارك في التكريم وما انسحبش. لكن كل اللي قاله ده مش لعب نظيف، وده حق النادي الأهلي في بياناته. طيب. كلها اللي أنا بحييهم في جميع توقيتات بياناتهم. نعم. وبحيينه في جميع بياناتهم اللي الحفاظ على حقوق النادي الاهلي. جاسم كابتن عبد الله، بس بالنسبه لتصريحات فوزي لقجع، فوزي لقجع ربما التصريحات تدينه وربما، لكن على الجانب الاخر شخصيه هذا الرجل اليوم، هو الرجل يستخدم شخصيته وسلطته ونفوذه وتسخيره لاجل الفرق المغربيه ودعمها في المشاركات. فوزي لقجع بالضبط، رجل مؤثر جدا في القرارات اللي تحصل، رجل يسخر قوته ولا نقول من نفوذه سواء في الاتحاد الافريقي او من خلال ترأس الجامعه الملكيه في دعم الفرق المغربيه، في دعم الفرق المغربيه من خلال استضافه سواء نهائيات، من خلال الضغط على الاتحاد الافريقي. طيب. في كثير من الاحداث، فبالتالي هذا الكلام اللي كنا نقول له هناك تنسيق والامور كانت واضحه من الجانب المغربي بين الانديه والاتحاد من خلال سواء استضافه النهائي للسنه الثانيه والثالثه على التوالي. هذا عمل اداري كبير من عمل المغرب، عمل اداري كبير جدا، بس ليه تعليق بسيط كبير جدا، ويعطي ايضا اعطى الفرق المغربيه افضليه كبيره في اليوم فوز باكثر من بطوله. نهضه البركان اتوقع للسنه الثالثه على التوالي بطل الكونفدراليه، الاهلي عفوا الوداد اليوم بطل ووصل لكاس العالم، الصعود لكاس العالم الانديه اليوم، امور كثيره كان سبب وسبب مباشر فيها. طيب. رغم ان هذا الرجل عليه كثير من الانتقادات حتى من بعض المغاربه فيما يخص موضوع المنتخب وبعض الاسماء اللي تاثر تمثل المنتخب المغربي. طيب. لكن هو رجل مؤثر ورجل قوي في دعم الكره المغربيه. انا متفق معك تماما في حته اللي هو اعطى الكثير للكره المغربيه من بطولات، دي عنوان سليم مليون في المية. طيب. لكن هو على المستوى الشخصي لما يكون على مستوى التنفيذي، لما يكون عضو مكتب تنفيذي، فهنا تخلع عباءة المغرب. احنا في حاجات بتتوه في النص. انا دلوقتي راجل عضو مكتب تنفيذي في الكاف، علي ان الحياد والعدالة، اي حاجة غير كده غير مقبولة النقاش، وهو ولا حقه يساعد اي اندية مغربية، لكن احنا نشاهد. طيب. كل المساعدات للانديه المغربيه. طيب كيف عائله تلوموا انتوا الاعضاء اللي موجودين؟ لا نلوم في المصريين. بص في النادي، انا بممثل جمهور النادي الاهلي، لا نلوم احد. انا اتكلم عن بريده. هذا بريده، هات لي بيان واحد من النادي الاهلي الذي يمثل النادي الاهلي. ما في بيان يتكلم عن ابو ريده.
الممثل المصري. النادي الاهلي عارف يعمل ايه، لكن جمهور يلوم. لكن انا بتكلم على شغله السوشيال ميديا بالظبط، لا يصح اللي انت تستغل مكانك في مساعده بلد. طيب هو قانونيا بس كابتن كرام، يعني انا اليوم اتكلم هو استخدام غير استخدام عفوا بس للتوضيح اخوي عبد الله، يعني اليوم الحدث النهائي اللي نتكلم عنه نحن، ربما عرض الحدث او الاستضافة على الاربع فرق اللي كانت متاهله، وكان هناك رفض من الجانب المصري لسوء التنسيق ما بين الاتحاد المصري مع الاهلي، النادي الاهلي، مع احترامي للكل. لكن على الجانب المغربي كان هناك وضوح، كان هناك شفافيه، كان هناك قرار من الوهله الاولى بان احنا جاهزين دعما لفرقنا. هم اعتقدوا السنغالي ممكن بالضبط. طب شفنا قد ايه القضيه فارضه نفسها حتى على التلفزيون عجمان، والزميل عبد الله الكعبي مهتم يشوف اعتذار انفانتينو ومتسبي للكابتن الخطيب وهم بيسلموا عليه وهو بيقول لهم نطفير. ايضا الزميل كرام الرديني قد ايه كان موفق جدا في الدفاع عن وجهه نظر الاهلي، وعايز احييه في الجزئيه الاخيره ان هي المساله فوز الاقجع بهذه الانحيازات الكامله للمغرب ده مش صح. بالمناسبه فوز الاقجع وهنا بوريده ممثلين عن او واخدين مقعدي شمال افريقيا او افريقيا الناطقه بالعربيه في اللجنه التنفيذيه للكاف، فبالتالي انت ممثل عن شمال افريقيا كلها، مش فكره ان انت متبني وجهه نظر المغرب، انت مش عضو في البرلمان المغربي عشان تكون كل مسؤوليتك الانحياز الكامل للانديه المغربيه، لا تنحاز للجزائر وتنحاز لمصر وتنحاز لتونس وتنحاز للمغرب وتنحاز للمصلحه العامه للكوره، وهكذا يجب ان يكون هاني ابو ريده، مش تجاهل المصلحه المصريه ولا الانحياز ليها في الغلط، لكن كمان مش اهمالها الاهمال التام. ده كان كلام او وجهه نظر ناضجه الحقيقه. عايز اقول لكم انه ايهاب جلال ضم احمد رفعت وباهر المحمدي لقائمه المنتخب المسافره بكره ان شاء الله الى ملاوي. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف اخرتها ايه مع عمرو اديب. ما تخافش على الاهلي. فاهم ايه الكلام ده؟ نقول الكلام المهم يا اخوانا، ما نقول مكاتب البريد بتكسب بليون جنيه على العائد. حبيبي عينيا، ما انا بقرا، معلش انا المصري الوحيد في الدنيا اللي بيقرا كلام بعينيه. سامحنا انا اسف. فزت؟ انت مين؟ انا شادي مصعد المخرج. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ شادي؟ انا ما بحفظش، انا يعني بحفظ بسرعه. بريد المصري واحد اول مره. دلوقتي لما تروح اي مكتب بريد عشان تجدد بياناتك او يا استاذ، معلش انا اسف. بريد المصري واحد ثاني مره. دلوقتي لما تروح لبريد مصر عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب مليون جنيه. لا لا كات يا استاذ بيومي، بعد اذنك الهوب، ما قلناش الهوب. هوب يا حبيبي، مش هقول هوب انا. ايه هو مش عايز يقول هوب؟ اقول انا هوب؟ ثانيه واحده، هوب انت مين انت؟ انتاج بريد المصري واحد 10 مره. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تفعل حسابك او تجدد بياناتك ممكن تكسب مليون جنيه وهوب. حلو قوي يا استاذ بيومي، بس عايزين بقى ناخد حركه الايد. يعني لو عملت كده اروح وهوب. بريد المصري واحد 40 مره. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب مليون جنيه وهوب تبقى مليونير في لحظه يا بطل. حساب توفير البريد المصري اعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو ده وقته. فاضي مليان بتحرق عطلان على البحر على البر عيان بعد الشر في فرح في عزا تشربها مركزه فوق السرير تحت السرير بديكير مانيكير الليل بالنهار بتدور على فار بتسمكر بزنجر عازمها بتبزر بتدندن بتلون الباي لسه بيتكون في المطبخ منور قطع الله ينور. بنك سعيد في اي وقت في اي مكان وتحت اي ظرف مش هيسيبك. نزل الابلكيشن دلوقتي من على اب ستور او جوجل بلاي او اب جاليري. سعيد موبايل بانكينج معاك في كل مكان. التاريخ مش مجرد احداث واسماء ولا تواريخ وارقام. التاريخ قصه ناس قدرت تغير، صنعت مستقبل، ناس قدرت تاخد قرارات حاسمه في لحظات فارقه.
قرار ورا قرار وحجر فوق حجر واتبنى كيان كبير قوي اسمه النادي الأهلي. تاريخ النادي الأهلي غني بحكايات وشرف ومواقف ثابتة وقرارات شجاعة. هندخل كواليسنا ونتعرف على صناعه في محاضر مجلس الإدارة. محاضر مجلس الإدارة الجمعة الساعة 9 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. زي ما جمهور الأهلي حافظ تاريخه بطولاته لعبته بالأسماء، بنك سيب من سنين وهو في ظهر نادي الأهلي مجهود وعطاء. بنك سيب دايما معاك دايما أهلي. للوصول إلى جماهير الأهلي جمهور الأهلي وراك. للإعلان اتصل على 15-34 إيميل @sends@live-eg.net. تخافش على الأهلي طول ما الأهلي بيلعب دايما بهدف المكسب، وطول ما الأهلي باستمرار ما بيقبلش الهزيمة لكن بيسعى للمكسب بكل روح رياضية باحترام للقيم الرياضية وبالمطالبة بالعدالة. في كل المشهد اللي انتوا شايفينه ده الأهلي كان بيطالب بحاجة بس، عايز العدالة. ولما كابتن الخطيب قال لرئيس الفيفا قال له مش مفيش عدالة، مفيش عدالة ان انا العب ماتش واحد في ملعب الخصم، دي مش عدالة. رفض الاهلي للهزيمة زعلت ناس. هل هم واخدين على ده؟ هل هم مستكترين على الاهلي ان يقول اي وهو بيتعرض لكل اللي تعرض له في المغرب؟ عمرو اديب الحقيقة الرأي مهم جدا في رفض الاهلي للهزيمة واسبابها، مهم جدا نقف معاه. طول عمري كمواطن زملكاوي اعرف ان النادي الاهلي بيعرف كيف ينتصر، وبشوفه كتير وهو بينتصر، وبتألم كتير منه وهو بينتصر، بس يبدو ان الاهلي ما بيعرفش ينهزم. باد لوزر. بقالنا 3 4 ايام من يوم الماتش وكمية تحليلات وتبريرات ويعني كان ناقص نتكلم على دور الرياح الموسمية في هزيمة الأهلي. سؤال مهم، هو الأهلي لعب كويس؟ الأهلي يستحق يفوز بالمباراة؟ ليه مصنع الشماعات اللي انتوا عاملينه؟ وبعدين يا جماعة ما تتعلموا من ليفربول، على فكرة هو موقف الأهلي زي ليفربول بالظبط، إنما الأهلي لا يهزم، الأهلي ما يتغلبش، الأهلي كده ما ينفعش. لا نفع، الأهلي يتغلب. عندك مشاكل مع اللعيبة، اللعيبة اللي انت شاريها غلط، إنما انتوا ليه مش عايزين تنهزم؟ ما تنهزموا بهدوء. طيب هو ليه النادي الأهلي أو الإدارة في مصر ما قدرتش إنها تتقدم بإنها تستضيف الماتش؟ جيتوا لغاية آخر الماتش بقى إيه ده، إحنا هنلعب في المغرب؟ ما هو معروف من الأول إنها تلعب في المغرب. وبعدين لما الاهلي يكسب بره يقول لك دي روح الفانيلا الحمراء، الفريق ما يهموش بيلعب فين، انما لما يتغلب يطلع الحكم ويطلع مش عارف مين. وبعدين اللي بيجنني بقى حاجه، تتعمل ندوات على عموم مصر وبرامجها، يعني فجاه تتحول مصر الى طبيب
يربط على الاهلي ومعلش يا اهلي. هو في ايه يا جماعه؟ هو الحقيقه سال مجموعه اسئله، والحقيقه يا استاذ عمرو يعني هي مش بزعيق ولا بالصوت العالي يا استاذ عمرو. والاهلي بيعرف كيف انتصر، وده كان شيء بيوجعك ومتألم جدا، واضح ألمك لأنه واضح في تشفيك. ما اللي انت قلته ده لا يحمل غير التشفي، لأنك ما فهمتش هو الأهلي محتاج على ايه. لو أن هذه المباراة هي مباراة العودة للنادي الأهلي وهزم فيها كان ينفع تقول كل اللي قلته ده. انت ما قدرتش تفهم الفرق، ضربت مثل بس ما توقفتش قدامه يا استاذ عمرو، لان الظاهر اللي اعدلك ما فهمكش الفرق بين ليفربول وموقفه في بطوله اوروبا والنادي الاهلي. ليفربول يا استاذ عمرو لعب في ملعب محايد في باريس، ما لعبش في سانتياغو برنابيه، صحيح، مع ريال مدريد، على الرغم ان حتى لو لعب في اسبانيا هو بيروح بالعربيه ويخش بدون تاشيره. لكن انت جمهور النادي الاهلي عشان يروح بيتكلف 15,000 جنيه عشان ما يباتش، يروح صدك ردك لو بات يدفع حوالي 20,000. النادي الاهلي جر ده من حقه في تكافؤ الفرص، لان المباراه يا استاذ عمرو من مباراه واحده وكان ينبغي ان تلعب في ملعب محايد. جر ده بفعل فاعل زي ما اثبتنا استاذ عمرو، وارجع للجوابات اللي عرضناها. انا بكلمك بشكل موضوعي عشان ما نشخصنش حاجه، لا انا زعلان منك ولا انت زعلان مني، انت سالت اسئله وانا بجاوبك عليها. لماذا الاهلي باد لوزر؟ هو مش باد لوزر، هو سرق بمساعدات داخليه قبل ان تكون خارجيه. احنا قلنا المغرب من حقه ينحاز الى، ولو انه مش من حقه، لان هو زي ما الاستاذ ابراهيم قال والاستاذ اكرم الدريني قال، لا ده انت بتمثل شمال افريقيا، مقعدك عن شمال افريقيا في الاتحاد الافريقي، فتكون فير، ما تنظمش كل الاحداث بقالك سنتين لحد ما انت لازم هتيجي في الاخر تكسب. فانت لما تيجي النهارده تلعب مباراه واحده ويخفى، مش هقول الجواب بقى، طلب تنظيم او الاهلي او مصر، مش الاهلي، الاهلي ما بيطلبش، الاتحاد الكروي لم يطلب تنظيم في مقابل تنظيم المغرب، في طلب تنظيم المغرب، فكان هيحصل ايه؟ ما كانتش السنغال هتنسحب، كان الاتحاد الافريقي هيقول لك بلا مصر بلا مغرب يروح السنغال، على الرغم ان السنغال احنا رايحين لها برضه مش احسن حاجه، لان كان عندنا ليها مشكله مفتعله ايضا في مسار كلنا كنا عارفينه اللي ننتهي الى شيء من الاحتجاجات والكلام الغير مدروس. فاحنا مش مساله باد لوزر، لكن الاهلي ما بيعرفش يخسر. والله ما بيعرف يخسر استاذ عمرو، لانه متعود على المكسب. انت بتخسر في هدوء ده شانك، لكن انا جماهيري عندها مشكله مع الهزيمه، بس مش مشكلة مطلقة، مشكلة لما تكون بفعل فاعل. لكن لما بتكون المشكلة نتيجة مستوى وتقصير، أول ناس بتشتبك مع المسؤولين في النادي الأهلي جماهير الأهلي، ما يصحش ويحصل ويعمل، وإحنا 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 وإحنا، وبنقعد نقول لهم يعني التحليلات، ونتجادل ونتناقش في أسرة بيننا وبين بعض ما حدش له دعوه بيها. اما انك تقول ما تخسروا بهدوء، لا ما نعرفش نخسر بهدوء يا استاذ عمرو، مش متعودين نخسر بهدوء، اخسر انت بهدوء. لكن انا مش هخسر بهدوء كنادي اهلي، وخاصه لو انك مش عارف تعرف او مش عايز تشوف ان لا، الاهلي مش زي ليفربول. ليفربول اتعامل فير، جماهيره كانت متكافئه، ما زادتش عن جماهير ريال مدريد. لعب في باريس، انا لو كنت لعبت في بلد محايده ما كانش حد هيفتح بقه، انا لو اتحادي وقف جنبي ما كنتش هفتح بقي. الفكره كلها يا استاذ عمرو ان كل التحليلات دي، وبعدين جاي تقول ايه هزيمه مستوى؟
هو انت يا استاذ عمرو تقدر تلعب ازاي بمستواك الكامل وانت تعلم من اول دقيقه انك مساق الى مكيده وانك متباع من هنا من اتحادك متباع من هنا وانك ما اتعاملتش يا راجل انت ما شفتش اعضاء مجلس احنا بنتكلم كيف لجمهور الاهلي ان يدخل الملعب في 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 فرصه متكافئه اذا كان اعضاء مجلس الاداره راجل لففهم اربع ابواب عشان يعرف يخش الماتش وهم في اي بي ان هم من حقهم يتشالوا شيل كده حد ما يخشوا ملعبهم لان ده ملعب محايد مش ملعب مش الاتحاد المغربي عشان يتعمل فيهم كده فما بالك بالجمهور العادي اللي تكبد فلوس قد كده واللي حتى الجاليه المصريه لم تتمكن من انها تحصل على التذاكر عشان تحضر بال يعني الكثافه الوجبه وفي الاخر كان ممكن المدرجين يتقسموا ويخسر الاهلي وكنا يعني ما كانش حد هيقول ليه لان انت المفروض اديني تكافؤ الفرص عشان ما اكلمكش كلمه يا استاذ عمرو الاهلي ما بيخسرش بهدوء خاصه لو كان في تربص انه يخسر لا ما ينفعش نخسر بهدوء سنترك لك الهزيمه بهدوء وبكل الهدوء الناس مش عايزه تجاوب على ثلاث اسئله مهمين في الموضوع ده الاتحاد الافريقي حدد نهايه فبراير لنهايه الطلبات والبت في الامر لو كان فعلا التزم بجوابه وفي اول مارس حدد المغرب هي اللي هتستضيف حتى لو الوداد تاهل ما حدش يتكلم لكن عارفين ان الاتحاد الافريقي اللي انتظر لغايه 6 و7 مايو اتلعب ذهاب الدور نصف النهائي وده اللي قاله موسيماني هو ليه تم تغيير الملعب بعد ظهور نتيجة نصف النهائي؟ ليه الاتحاد الافريقي ده اعلن يوم 9 مايو؟ ده اللي المفروض اللي الاستاذ السنغال يقولوه انسحبت فجأة هل السنغال كذبتوا على الناس وقلتوا السنغال خسرت والمغرب كسب التصويت رجعت وقلت لا ما كانش فيه تصويت ده السنغال كانت موجودة بدليل انها لما انسحبت قال لك المغرب الطلب الوحيد طب استبعدتوا نيجيريا ليه؟ ده السؤال الثالث انتوا بالمناسبة استبعدتوا نيجيريا وقلتوا ملفها غير مستوفي واديتوها الكونفدرالية استضافت نهائي الكونفدرالية ده العجيب والغريب عشان تشوفوا ان ده بفعل فاعل الاتحاد الافريقي هو نفسه السنة اللي فاتت حدد الملعب بتاع المباراة النهائية قبلها بقد ايه ب 62 يوم 62 يوم حددها السنة اللي فاتت عشان كده لما الاهلي صعد هو وكايزر تشيفز كان المغرب ما عندهاش حل لانها تستضيف الوداد خرج هو ده الوضع اللي لازم عمرو اديب وغيره يجاوبوا عليه بشفافيه مش فكره الاهلي جود لوزر ولا باد لوزر فكره ان الاهلي بيطلب فقط بالعداله واعتقد حلقه النهارده كشفت عن الحقيقه الناصعه وقضي الامر الذي فيه تستفتيان خطاب اتحاد الكرة بتوقيع جمال علام في 24 ابريل لم يتضمن 2022 حدد الخمس بطولات اللي عايزين نستضيفهم واهمل دوري الابطال. شكرا جزيلا لحضراتكم دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله تصبحوا على خير. كلام بجد شد وجذب خد وهات وهات وخد بص شوت عدي فوت لا ملعوبة حلوة موت ما تخافش على الأهل